أحد أخطر الحوادث الأمنية التي شهدتها إسرائيل، هكذا وصفت القناة 12 العبرية حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين 6 من سجن جلبوع. أمام التسارع في الأحداث وتناقل روايات عديدة لحادثة هروب 6 سجناء فلسطينيين من أعتى السجون الإسرائيلية تعقيدا وحصانا، سارعت مصلحة السجون الإسرائيلية إلى الكشف عن المعلومات الأولية بشأن كيفية حدوث عملية الهروب والإخفاق في اكتشافها أو إحباطها، محاولة بذلك امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الناقم. اعترفت بأول الإخفاقات حين تم وضع 6 أسرى من جنين في غرفة مشتركة، وذلك خلافا للإجراءات المعمول بها حسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية التي أكدت أنه كان يحظر وضع الأسرى الخطيرين معا في زنزانة واحدة. تتكشف الأوراق والوقائع بسرعة مع مرور الساعات منذ لحظة بزوغ فجر الحرية على السجناء 6، فبعد التقصي والتحقق تمكنا من جمع حقائق. هذا ما دفعنا لعمل هذا الفيديو لنجعلكم دوما في قلب الحدث بمتابعة أبرز المستجدات. شاهدوا معنا للنهاية وشاركونا بآرائكم. تكثف إسرائيل من أعمال البحث عن 6 فلسطينيين نجحوا فجر يوم الاثنين بالفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد التحصين في شمالي البلاد. تزامنت أعمال البحث مع سلسلة من التحقيقات في الحادث نفسه ومداولات أمنية حول تداعياته. هيئة البث الإسرائيلية سربت تصريحا لقائد لواء الشمال في مصلحة السجون الإسرائيلية يدعى إريك يعقوف، يقول فيه إن حادث هروب السجناء الأمنيين هو أمر خطير ومعقد، لقد تمكنوا من الفرار بعد أن استغلوا عيبا تخطيطيا في مبنى السجن أدى إلى فراغات بين الزنازين ولم يحفروا نفقا. صحيفة هارتس الإسرائيلية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل حين وصفت التفاصيل التي سرعان ما تم إخفاؤها وحظرها من النشر، فقالت يظن مسؤولو السجن أن 6 فروا عبر حفرة خارج جدران السجن تمكنوا من حفرها خلال الأشهر القليلة الماضية. أضافت أفاد جهاز الأمن العام الشابك أن الهاربين نسقوا مع متعاونين خارج السجن باستخدام هاتف محمول مهرب وكانت لديهم سيارة هروب في انتظارهم. السجناء فروا حوالي الساعة 1:30 صباحا وقد لاحظهم سائق سيارة أجرة محلي لأول مرة في الساعة 1:49 صباحا حيث رصدهم في محطة وقود بالقرب من السجن واتصل حينها بالشرطة بحسب مسؤولون في مصلحة السجون الإسرائيلية. وصلت حينها وحدة الشرطة إلى الموقع بعد أقل من 10 دقائق، بدأت بتفتيش المنطقة وإجراء مقابلات مع موظفي محطة الوقود. الساعة 3:29 صباحا أبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية الشرطة عن اختفاء 3 سجناء والتي أرسلت تعزيزات إلى السجن. أما الساعة 4 صباحا أصبح واضحا أنه في الواقع لم يتم حساب 3 سجناء آخرين. انتشرت الدوريات حول السجن، تم العثور على مخرج النفق في وقت لاحق على بعد أمتار قليلة خارج جدران السجن وكان مغطى بالأعشاب. نشرت حينها مصلحة السجون الإسرائيلية شريط فيديو لفتحة أسفل مغسلة في الزنزانة التي كان يتواجد فيها الأسرى قبل فرارهم، تؤدي الفتحة إلى نفق يصل إلى خارج حدود السجن بطول 10 أمتار. لم تقدم السلطات الإسرائيلية شرحا لكيفية حفر النفق الذي فر الأسرى من خلاله إلى خارج السجن. المسؤولون الإسرائيليون لم يغمض لهم جفن لشعورهم بالقلق من أن 6 سيحاولون الفرار من إسرائيل إلى الأردن أو تنفيذ عمليات خطف أو هجمات. بعض المحللين صرحوا وفقا للتقييم الحالي هو أن الفارين ما زالوا في الأراضي الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية تتعقب سيارة مشبوهة. أما صحيفة جيرالدين بوست الإسرائيلية كشفت أن الشرطة تحقق ما إذا كان الفارين قد نجحوا بالوصول إلى جنين أو الأردن، لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم نصب 82 حاجزا في أنحاء إسرائيل بحثا عن السجناء الفارين.
وزير الأمن الإسرائيلي عمير بارليف قال إن الأسرى قد وصلوا على الأرجح إلى الضفة الغربية، واستدرك في حديثه للصحفيين: لكنني لا أستبعد إمكانية أن يكونوا ما زالوا في إسرائيل. مضيفا: تقديري الشخصي هو أن هذا أقل احتمالا، لكنني لست نبيا ونأخذ جميع الخيارات في الاعتبار. صحيفة ديوت أحرنوت الإسرائيلية قالت أيضا: أمر وزير الدفاع بيني جانتس بتكثيف وجود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود الإسرائيلية مع الضفة الغربية لمنع الأسرى من الفرار إلى المناطق الفلسطينية. ومن جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت خلال زيارة لموقع عسكري بالضفة الغربية بمناسبة رأس السنة العبرية: عليكم أن تبقوا على أهبة الاستعداد وفي حالة استنفار قصوى حتى يتم القبض على الأسرى الفارين. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بارليف قوله إن إلقاء القبض على الأسرى الفارين يمكن أن يستغرق أياما أو أسابيع، وأشار إلى أن سلطة السجون تخطط لإجلاء من تبقى من الأسرى البالغ عددهم حوالي 400 شخص، حيث سيتم توزيعهم على سجون أخرى. ذكرت أيضا أن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز طرق في الضفة الغربية في محاولة لمنع السجناء من الهروب إلى الأردن، وتم نشر ضباط الشرطة وعناصر الشباك والجنود ضمن عمليات البحث، كما تم نصب 24 حاجز طرق في شمالي إسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن أسرى آخرين حاولوا الفرار من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وأبرز عمليات الفرار تلك التي كانت في سجن غزة المركزي عام 1987 وسميت بالهروب الكبير إذ قادها مصباح الصوري. وفي ذات العام جرت محاولة أخرى للفرار من سجن نفح الصحراوي، ثم حاول يحيى السنوار قائد حماس في غزة الآن عام 1991 الفرار من السجن مع 2 من رفاقه، لكن العملية فشلت. ثم جرت محاولة فرار من سجن عسقلان عام 96 تبعها أخرى في سجن كفار يونا في العام ذاته، إلى أن فر 3 أسرى من حركة الجهاد الإسلامي من سجن عفر غرب رام الله عام 2003. أعزائنا مشاهدي قناتكم مثقف، تسعدنا مشاركتكم بآرائكم في صندوق التعليقات أسفل هذا الفيديو. شاكرين لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء.